السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في لقاء جديد اليوم مع فضيلة الشيخ دكتور خالد سعيد، مدير مركز الإسلام للدراسات الفلسطينية. نشكر كل حضورك اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني حضرتك في الآونة الأخيرة تصاعدت يعني فتنة يعني وتيرة طائفية في المجتمع المصري، فيعني وخصوصا في ملف التنصير، يعني إيه تعليق حضرتك على هذه الوتيرة المتصاعدة الأيام الأخيرة؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قضية تصاعد الوتيرة الطائفية، الشعب المصري بحمد الله تبارك وتعالى شعب متسامح بطبيعته، شعب متسامح بطبيعته. المسلمون من أبناء مصر 14 قرنا يعيشون مع النصارى ومع أصحاب الديانات الأخرى. لم يثبت في التاريخ أن أحد من المسلمين قد اضطهد هؤلاء الناس أو آذاهم أو عذبهم، بل إن أقدم الأديرة والكنائس في المنطقة كلها، بل ويمكن في العالم، موجودة في مصر، موجودة في مصر. أما قضية تصاعد الوتيرة الطائفية فلها أسباب من وجهة نظرنا، أسباب واضحة لا تحتمل يعني كثير من التلاحي والمشاحنات. قضية مثلا زي قضية القنوات التنصيرية البغيضة، وهذه القنوات ليتها كانت قنوات لنشر العقيدة المسيحية مثلا، كان أجدر بهم. يعني صاحب العقيدة عنده دائما حرص على تسويق عقيدته للناس، فليست هذه القنوات لشرح العقيدة النصرانية أو إقناع الناس بها، وليست هذه القنوات لنقض عقائد الآخرين بطريقة مهذبة ومحترمة وحرفية. المواقع التنصيرية وغرف البالتوك وغيرها، كل هذه الأشياء، بل وحوادث الاستفزاز الدائمة للمجتمع المسلم، زي حوادث الخطف المتصاعدة لأبناء وبنات المسلمين، مش بالكذب زي ما هم بيعملوا، كل ما بنت نصرانية تسلم يقول لك خطفوها المسلمين. من إمتى المسلمين كانوا بيخطفوا حد؟ لكن القضية مسألة إن خطف بنات المسلمين أو أبناء المسلمين واغتصاب بعضهم، وعندنا تقارير عن هذا الأمر، تقارير واقعية خطيرة للغاية في هذا الدمار. حوادث الاستفزاز، القنوات، الغرف، المواقع التنصيرية، كل هذه الأشياء التي تعتني بسب المسلمين وعقيدة المسلمين وتتجرأ على مقام سيد المتقين صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة سخية. يعني تدخل بعض المواقع والغرف التنصيرية تجد ان يقول لك امسك بطنك لا تموت من الضحك، ده ما اعرفش اسمع كذا، شوف بقى ديت الحكايه دي. هذه الطريقه دي طريقه سوقيه لا تصلح للتداول الاعلامي، وهي دي الحاجات اللي بتعمل الوتيره الطائفيه المتصاعده اللي حضرتك بتسال عليها. مساله تمسك بطنك وامسك رجلك، هذا الاسلوب السخيف المبتذل المنحط لا يصلح. واحنا بنقول ان هذا الامر ايضا استفزاز مشاعر المسلمين، مش فقط بالممارسات المنحرفه، استفزاز مشاعر المسلمين. مثلا لما تمر على الكنائس والاديره تجدها انت وانت ماشي في اخر الشارع، ممكن تشوف اللي بيصلي جوه في المسجد بيعمل ايه. لو رحت وقفت جنب اي مسجد، جنب الباب، جنب الشباك، هتشوف كل اللي بيحصل. تمر بجوار الكنائس والاديره كان انت تمر بجوار حصون وقلاع حصينه، اسوار بعشرات الامتار. ليه؟ عشان ايه؟ دي دار عباده ولا ثكنه عسكريه؟ معسكرات الجيش عندنا ما هيش حصينه بهذا الشكل. ما الداعي لهذا الابتذال وهذا الصرف في بناء الاسوار والقلاع وكذا؟ الامر الثاني، مساحات الاديره بالاف الافدنه، بالضبط صوره تذكرك بالمستوطنات الاسرائيليه. قله يهوديه جت الارض المقدسه في فلسطين وبدات تستوطن وكذا، وبدات تطرد الكثره. يعني لماذا نستدعي هذا النموذج السيء في اطارنا؟ وانا بقول ان هذا الاستفزاز بيعود على ما يسمى بالمجتمع القبطي او الشعب القبطي بالضرر، ولا يعود بحمد الله على المجتمع المسلم باي ضرر. باي ضرر. احنا لو جينا نشوف مثلا نتيجه هذه الافعال والممارسات في السنوات الاخيره، هذه ممارسات ايقظت الغافل. ايقظت الغافل. واستنهضت همم المسلمين وعقائدهم، واستنهضت ابناء المسلمين للدفاع عن دينهم وعقيدتهم، اشعرت المسلمين بالخطر اللي بيستهدف عقيدتهم ودينهم وابنائهم.
زي كنيسة المحرم بيه لما عملوا فيها المسرحية القبيحة الوقحة التي كانت تسب الإسلام والمسلمين وتستهزئ بسيد المتقين صلى الله عليه وسلم وآية القرآن. ملايين المسلمين نزلوا الشوارع يحموا دينهم، دي نتيجة الأفعال المستفزة اللي هم عملوها، مش ملايين المسلمين لا سمح الله تركوا دينهم. وده شأن العقائد القوية والدين الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى من السماء. شوف، وأثر تاني أخطر من ده على ما يسمى بالشعب القبطي، مسألة تسمية الشعب القبطي والشعب والأقباط، مسألة دايما الاستتار في كانتون ضيق، لازم دايما عايز يحط نفسه في كانتون ضيق ويفضل في حالة انعزال. هو ده اللي بيثير الفتنة الطائفية، مسألة الاستفزاز بتأتي من هذه المظاهر كلها، مظاهر الأديرة، مظاهر السب والإساءة لشعائر الإسلام، وأيضا تكريس الاستضعاف. مسألة بقى انه يقعد يكرس قضية ان احنا مستضعفين واحنا مستضعفين واحنا مظلومين، قضية كده تذكرك بالظبط بقضية الشيعة الرافضة اللي هم على طول لازم يبقى مستضعف ولازم يبقى مظلوم، حتى في الدول اللي فيها حرية، بعض دول الخليج عنده فيها حرية دايما هو مستضعف ومظلوم، ويستدعي بقى المظلوميات واللطميات. مسألة هم برضو الأخباط هنا في مصر عايز يعيش في نفس الدور ده، دور المستضعف، وده مش مصلحته، دور المستضعف ويستدعي بقى المظلوميات والملطوميات والحاجات دي مش هتفيدك، دي هتكرس الشعب الجبن والخوف والشعب القبطي طبعا. ده له نتيجتين، استنهاض المسلمين لحماية دينهم والذب عنه والدفاع عنه، وسبحان الله العظيم دخول الناس في دين الله أفواجا، دخول أبناء القبط نفسهم في دين الله أفواجا. طيب حضرتك ايش هو الدليل على كده؟ يعني الدليل أوضح من أن يوضح، دليل الواقع الذي نعيشه مئات يوميا. اذهب إلى الأزهر الشريف وانظر كم حالة يوميا تشهد الإسلام، مئات الحالات، أحيانا بتبقى بالمئة و200 حالة، أحيانا بتصل إلى 300 و400 حالة في الشهر. هذه يعني وتيرة متسارعة في دخول الناس في دين الله أفواجا، وعشرات من أبنائهم وبناتهم الذين تنقل المواقع الإسلامية كل يوم مشاهد لهم وهم يعلنون إسلامهم ويدخلون في دين الله أفواجا، وقضية زي قضية الأخت كاملة شحاتة وقضية الأخت وفاء قسنطين وقضية وغيرها من القضايا. هذا دليل الواقع أنهم يدخلون الناس يدخلون في دين الله أفواجا كل يوم. طب حضرتك دلوقتي ممارسات الكنيسه في مواجهه حاجه زي كده، نعم، في مساله مثلا زي اختطاف الاخوات او الديره والتعذيب، هل ممكن حد يبرر لهم او يقول ان هم يا جماعه معذورين لان هم خايفين على اولادهم واخوانهم واخواتهم وكده؟ طيب اللي خايف على اولاده، طب ما يعني نحن كمسلمين نخشى على اولادنا ونخشى على عقيدتنا وعلى ديننا. هل افتعلنا المعارك الوهمية؟ هل عملنا أديرة نحبس فيها أبنائنا وبناتنا؟ هل بدأنا نعذب ونقتل أبنائنا وبناتنا؟ ولا بنعلم أبنائنا القرآن في المساجد ونعلمهم دين الله تبارك وتعالى؟ ده تصرف السوي من الإنسان السوي. إذا كانت الكنيسة تريد أن تفعل ذلك فهلم إلينا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تريدون أن نتناظر بدل السب والاستتار خلف القنوات والاستتار خلف المواقع، وامسك بطنك وامسك رجلك، هذا الكلام يعني فلندعنا منه ولنذهب معا إلى الميادين العامة نتناظر. وكنا قد ضربنا مثلا بكينيا لما دخلت في احد اعياد النصارى احد الشيوخ او احد الزعماء الاسلاميين في كينيا دخل في مناظره مع النصارى في عيدهم، وكان في ميدان عام، واحتشد الناس، وكان من نتيجه هذه المناظره ان اسلم 3 من القساوسه. كان في فتره التسعينات وثابت وموثق وجاء في الجرائد وسائل الاعلام وغيرها، وكان من نتيجه ذلك ان منعت الحكومه الكينيه المناظرات تماما في كينيا. لا ادري الحال الان، بس هذه حديثه قديمه في التسعينات. فهلم الى المناظرات، الان عندنا الفضائيات مفتوحه وبرامج المناظرات وغيرها مفتوحه ومتاحه، فلنلجا الى المواجهه الفكريه. اللي يخاف على ابنه او بنته ويخاف على عقيدته ودينه يبدا يعلم العقيده للناس ويفهمها للناس، لكن الكنيسه اجزم لك بالله انها عندها يقين جازم انها غير قادره على المواجهه الفكريه، بدليل انها لجأت الى الحل الوحيد الذي اعتبرته متاحا، وهو القمع والسجن والتعذيب والقتل احيانا. ولسه قضيه اختنا سلوى قريبه وما زال دمها ساخنا يغلي ويفور حتى
ينتقم من الله تبارك وتعالى من الظالمين. فقضية فلنلجأ إلى المواجهة الفكرية، لكن لا، هم يعرفون أن هذا الطريق مغلق فلجأوا للحلال. وأنا أقول إن هذا الحل غير صحيح، وإن 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 هذه المرحلة في تاريخ الكنيسة القبطية هي من أخطر مراحلها، لأن الكنيسة القبطية لما لجأت لهذا الأمر اعترفت للعالم أجمع واعترفت لأبناء شعبها أنها غير قادرة على المواجهة الفكرية العقائدية لضعف وتهاوي هذه العقيدة، فلجأت إلى القتل والتعذيب وكذا. فهو بنفسه اعترف إنه معندوش حل غير كده. طب حضرتك إيه خطورة هذه الممارسة يعني؟ أي ممارسة؟ الممارسة الحل اللي هو خطف الأخوات خطورته على المجتمع المسلم، أنا لا أحسب أن لها خطورة. خطورته على المجتمع القبطي نفسه إن هو بيفقد الكثير وبيخسر الكثير، ويوقن الناس أنهم ليسوا على شيء فيدخلون في دين الله تبارك وتعالى أفواجه. لكن خطورته على المجتمع المسلم، المجتمع المسلم قوي ومتماسك، ولن تنال منه هذه المحاولات إن شاء الله تعالى. طب حضرتك بالنسبة لقضية الأخت كاميليا شحاتة، يعني في بعض الناس عادة يعني بيختزل قضية الأخوات وخصوصا قضية الأخت كاميليا شحاتة في إن هي مشكلة أسرية. أيوه. فإيه طريقة حضرتك؟ يعني هو ده هروب من المشكلة. أنا بقول إن كل محاولة لتحييز القضية وكل محاولة لاختزالها واختصارها في قضية، يعني مثلا يقول لك ده كاميليا شحاتة أسلمت لأن هي كانت على خلاف زوجي، قضية زوجية، خلاف زوجي. ده أخت سلوى قتلوها لأن دي خلاف عائلي، قضية شرف عشان البنت هرب، وامرأة متزوجة وعندها أبناء بطريقة شرعية وأشارت إسلامها. ومثلا يقول لك ده التيار السلفي هو اللي بيقف خلف هذه القضية. دي كلها محاولات للهروب من المشكلة. أنت كده ما بتعالجش المشكلة، أنت عندك مشكلة. يعني عيب إن إحنا نرمي مشاكلنا على الآخرين. بمعنى الأخت وفاء قسطنطين أسلمت لأن كان عندها خلافات زوجية مع زوجها، والأخت كاميليا شحاتة أسلمت لأن كان عندها خلافات أيضا زوجية مع زوجها، فرقات عجيبة. إذا كثير من زوجات الآباء الكهنة يسلمن لأن عندهم خلافات زوجية مع أزواجهن. طيب هذه فهمناها. البنات الصغيرات التي لم يتزوج، كل بنت تسلم أسلمت لأنها كانت عايزة تتزوج واحد مسلم. يعني أنا مش عارف إيه القضية، في إشكال معين إن النساء الأقباط مثلا لا سمح الله ينفرن من الزواج من الأقباط، فالمتزوجة عندها خلاف زوجي واللي مش متزوجة بتهرب عشان تتجوز مسلم. يبقى إذا أنت كده عندك مشكلة اجتماعية، في عندك مشكلة في الشباب القبط لازم تحلها. انا مش مصلح الاجتماعي بتاعك، ما حدش عيني وزير الشؤون الاجتماعيه، ولا انا يعني ايه معتني بشؤونك الاجتماعيه. يبقى انت كده عندك مشكله في الرجال، حاول تصلحها، لان كده وده غير صحيح. ده كل ده حرف المسار القضيه وخلاص عشان اهرب من المشكله. والحقيقه ان هذه المحاولات هي لحرف القضية عن مسارها الصحيح فقط. القضية لا قضية ان دي في خلاف عائلي مع زوجها، ولا ديت في هربانة عشان تتزوج شاب مسلم. اعترفوا ان الناس دي المشكلة، اعترفوا ان ابنائكم وبناتكم يدخلون في دين الله افواجا، وحاولوا تجدوا حل عاقل عقائدي فكري لهذه القضية. ما عادش اقول ده ده ده. وبعدين تعالى شوف قضية الاخت كاميليا شحاتة. قضية الاخت كاميليا شحاتة قضية عجيبة للغاية، قضية تجلى فيها البعد القدري. أنا بقول لهم أنتم تسيرون عكس التيار، أنتم تكافحون قدر الله تبارك وتعالى. قضية الأخت كاميليا شحاتة يتجلى فيها البعد القدري بشكل عجيب للغاية. كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، كل شيء بعلم الله وحكمته، والأمر محكم، الأمر محكم بيد الله تبارك وتعالى. لكن في قضايا خاصة، شوف ثورة مصر، ثورة مصر بدون اسباب وبدون كذا، يقول لك ده ثوره الشباب، ده ثوره فئه معينه، ده ثوره فئه، هذا غير صحيح. ثوره مصر الذي انجحها هو الله تبارك وتعالى. ينزل مجموعه شباب صغيرين لا يؤبه لهم ولا يلقى لهم بالا، فجاه يسقط نظام قوي عاتي زي نظام مبارك. ما كان احد يظن ذلك ابدا. وهكذا في احداث بقى لها طبيعه قدريه خاصه ينبغي ان ننوه على هذا الامر. قضيه الاخت كاميليا شحاته كثيرا ما تستتر يد القدره ويستتر قدر الله تبارك وتعالى خلف ستار من الأحداث والوقائع والممارسات، فيظن الناس أن هذه الأشياء إنما تمت لهذه الأسباب. واحد ما تقول لك أصل الضغط ارتفع عنده، أصل حصل له حادثة، أصله لا، لكي يبقى دائما يعني عشان ليميز الله الخبيث من الطيب، وتتمحص حقيقة الإيمان واليقين بالقدر، بقدر الله تبارك وتعالى. ولكن هناك أحداث عجيبة أحيانا
تطيح كل تلك الوقائع وتروح كل تلك الأسباب والحوادث، وتبرز يد القدرة عاملة مسفرة مبصرة يراها كل أحد. قضية أخت كمان شحاتة من هذا القبيل، واحدة أسلمت زي مئات وآلاف الأقباط الذين يدخلون في دين الله أفواجا، ولشيء ما يعلمه الله تبارك وتعالى في هذه الأخت ثارت قضيتها. والأخت وفاء الصديق كانت كده، ويمكن غيرهم ما سمعناش عنهم كانوا كده وأفضل من كده، لكن هذه الحادثة لها واقع خاص في ظل نظام مبارك العاتي الذي كان يدعم النصارى بكل ما يستطيع، بشهادة بشوي نفسه، بشوي اللي قال إن نظام مبارك لم يشهد الأخباط مثله عصر مثله أبدا، وإن جمال ابنه على طريقته. هذا يعني هذه الحادثة حركت مشاعر المئات والآلاف من أبناء المسلمين في ظل جو خانق، الأمن مسيطر وبيدعم النصارى بشكل كامل ويضطهد المسلمين بشكل كامل، الناس يخافون أن يتنفسون، فيخرج المئات والآلاف، ومش من أي حد من أبناء المسلمين، من الفئة المستهدفة من أبناء المسلمين من النظام السابق، المئات والآلاف من أبناء التيار السلفي يخرجوا على غير اتفاق بينهم، لا ينتمون إلى جماعة واحدة، الذي كان في جماعته ولم تحركه إلى مثل ذلك فارقها، وكثير من الشباب الذي كان يبحث عن إجابة لسؤالاته الملحة تحرك في هذه القضية، وكان هذا تمهيدا قدريا من الله تبارك وتعالى لهذه الفئات الشبابية السلفية أن تشارك بعد ذلك في ثورة مصر في 25 يناير. شيء قدري عجيب، ما الذي حرك هذه الجموع في هذه الوقت تحديدا؟ لا أحد يعرف إلا الله تبارك وتعالى. شيء عجيب الذي ثم قامت الثورة واستمرت الجموع في ظل غياب كامل للناس بالأحداث المتسارعة بعد الثورة عن هذه القضية. قضية الأخت كمال شحادة كان من تداعياتها تفجير كنيسة القديسين ظلما اللي قام بهذا النظام السابق، ولم تستحي على أنفسها على نفسها المواقع القبطية والغرف القبطية والقنوات القبطية التي اتهمت المسلمين، ولم يستحي يعني الإعلاميون الذين اتهموا الإسلاميين زورا فيها، ولم يعني يستحي حتى بعض من أراد أن يدافع عن الإسلام وجعله في موضع متهم من بعض الرموز الإسلامية الرسمية وغير الرسمية، لم يستحوا ولم يدينوا بكلمة اعتذار واحدة للمسلمين وخاصة منهم الإسلاميين. ثم بعد أن اتضحت وتكشفت الأوراق أن الذي دبر هذا التفجير هو أمن الدولة الداعم للكنيسة، مفارقة عجيبة. وكان من تداعيات هذا الأمر سقوط نظام مبارك بشؤم هذه المكائد والحيل، وكان من تداعياتها قتل الأخ سيد بلال الله يرحمه، وأنا بعتبر من هذا الأمر أيضا كان فيه مفارقة قدرية، لأنه قضية استفزت مشاعر كل المصريين، قضية قتل الأخ سيد بلال ظلما وعدوانا عشان يعترف عن نفسه ظلما إن هو اللي عمل التفجير، وهذا الأخ الذي قتل بريئا انتقم الله تبارك وتعالى لدمه من مبارك بعدها بأيام. سيد بلال قتل في شهر يناير، سيد بلال قتل في شهر يناير، والثورة قامت ضد الظلم والظالمين في شهر يناير، وسقط مبارك بعد قتل سيد بلال بأقل من شهر ونص. هذه مشيئة الله، ودي قدرية هذا الحدث. فقضية أخت كاميليا فيها بعد قدري عجيب عجيب جدا، وأنا بعتبر قضية كاميليا وسيد بلال هي القضية رقم 2 بعد قضية خالد سعيد رحمه الله، التي استفزت الشعور المصري وتركزت في الوعي المصري بشكل غير مسبوق، ففجرت الأحداث. الشعب المصري كان خلاص مستفز من كثير جدا من الأشياء، لكن القضية دي لما تركزت في وعيه كانت هي شرارة الانطلاق بفضل الله تبارك وتعالى، هي وغيرها لسقوط هذا النظام. طيب يعني حضرتك تتكلم عن التفاف الشباب حوالين قضية كاميليا شحاتة وقضية أخ سيد، هل ممكن تكون هذا الالتفاف حولين هذه المطالب الفردية مسبب أو هو عامل خلل بالوحدة الوطنية أو اندلاع فكرة وأفكار البلد؟ مطالب فردية إيه؟ مين اللي بيطلب مطالب فردية؟ الناس اللي بتخرج عشان كاميليا شحاتة وبتطالب يعني حقيقة. يعني حضرتك تقصد إن قضية كاميليا شحاتة ممكن يعتبرها البعض إنها قضية فردية؟ أيوه. والقضية الفردية دي مفيش داعي يعني ننظر للوحدة الوطنية بدعوى هذه القضية. يعني أولاً يعني أنا ليا تحفظ شديد جداً على مصطلح القضية الفردية. القضية مش قضية فردية. أولاً هناك العشرات من الأخوات اللاتي ثبت أنهن سجن في الأديرة أو عذبن فيها. بعضهن لازلنا في الأديرة، والبعض الآخر قد
فرج الله عنهن، وقبلها وفاء قسطنطين وغيرها وهي مجهوله المصير. فقضيه كمال الاخت كمال شحاته مش قضيه فرديه، قضيه الاخت كمال شحاته قضيه عقيده امه وكرامه امه وعزه امه، قضيه حريه كل المصريين، قضيه الحريه. الثوره دي قامت والملايين دي نزلت الشوارع مش عشان الحريه، فلماذا يسكتون عن حريه كمال شحاته؟ ليه؟ فين منظمات حقوق الانسان؟ فين منظمات حقوق المراه؟ تلكم النسوه اللي في الحين يطلعوا فقط لاثبات نون النسوه والمطالبه بالمساواه والبتاع ومش عارف ايه، اين هن؟ يعني اين هتك النسوه في في فيما يحدث للمسلمات الجديده مثل كاميليا وغيرها. دي قضيه ينبغي مناقشتها ايضا لكشف وذيف هذه الدعاوى، قضيه حقوق المراه وقضيه حقوق الانسان في المنظمات الحقوقيه، ما حدش بيتكلم عليها ليه؟ اذا نحن دي مش حادثه فرديه، دي حادثه، دي عقيده 80 مليون مصري. تبقى فرديه ازاي؟ دي حادثه جماعيه، ده رقم واحد. رقم اثنين، مساله التذرع دايما بالوحده الوطنيه مش الوحده الوطنيه، دي مساله والفتنه الطائفيه والكلام ده، دي مساله مضحكه لان هي بالظبط بتذكرك بالمجرم، بس المجرم الضعيف السخيف اللي هو كل شويه عايز يعمل جريمه ويجري بسرعه يستخبى ورا حاجه. اللي بيبني الجحر السخيف بتاع الوحده الوطنيه والفتنه الطائفيه مين؟ بعض ميليشيات الاعلام المأمور اللي هي واقفه تدعم الكنيسه. الكنيسه تعمل اللي هي عايزاه، واذا جه واحد يقول كذا لا يستتر خلف الوحده، تطلع قضيه الوحده الوطنيه والفتنه الطائفيه. قضيه الوحده الوطنيه والفتنه الطائفيه، مين اللي يتذرع بيهم اللي يتكلم عليها؟ الظالم ولا المظلوم؟ المسلم المعتدى عليه على كرامته، على دينه، على عرضه، على حريته، هو ده اللي يتكلم على اللي يقول الوحده الوطنيه مهدده وفي فتنه طائفيه هتحصل، ولا المجرم؟ يبقى دي قضيه الجحر اللي احنا نستخبى فيه اللي نسميه وحده وطنيه وفتنه طائفيه هم الذين صنعوه. مفيش فتنه طائفيه، الوحده الوطنيه محدش هددها، اللي بيهددها الممارسات المستفزه للكنيسه ومن وراءها. طيب ولكن حضرتك يعني اليس من حق النصارى ان يخافوا على امنهم؟ ان يخافوا؟ ان يخافوا على ايه؟ امنهم. يعني قضية أمن النصارى، أنا عايز بس أقول يعني مسألة مختصرة. أمن النصارى كان من وجهة نظرهم على الأقل بيجي من، ودي شيء يعني هذا الأمر شيء واضح، بيجي من عدة عناصر. رقم واحد الداخلية وأمن الدولة وفي نظام مبارك، النظام السابق ده كان أحد أهم عناصر وركائز حماية أمن النصارى، ودول الحمد لله مشوا، الحمد لله مشوا. رقم اتنين ميليشيات الإعلام المأجور، ميليشيات الاعلام المأجورية، الميليشيات الاعلاميه اذا جاز ان هذا اللفظ، ودي ما زالت موجوده لكنها ضعيفه. انا بقول دي مش هتفيدهم كتير، مش هتفيدهم كتير، خاصه ان في برضه زي ما في اعلام مأجور في كثير من منابر الاعلام الحر الشريف في بلدنا في مصر وخارج مصر، وستفضح هذه الممارسات. رقم خاصه ان كان بيقف ورا الاعلام المأجور وبيخليه يعني ياخد هذه الصوره بشكل كامل هو النظام السابق. رقم ثلاثة الميليشيات التي يقال أن الكنيسة تدربها أو الأسلحة التي تستوردها الكنيسة زي السفينة بتاعة بورسعيد اللي كان جايبها من إسرائيل ابن مطران بورسعيد، ودي قضية موثقة بمحاضر رسمية في 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 الشرطة والنيابة وغيرها. الميليشيات ديت انا بقول مفيش يعني قلق منها، طبعا لازم تفتش الاديره ولازم يتم الكشف عن وجود هذا الاشياء، لان لا ينبغي ان يسمح في الدوله لا لمسلم ولا لقبطي ولا نصراني وغيره بان يكون هناك مؤسسه عسكريه الا الجيش والشرطه. سواء يعني المسجد اللي تجدوا فيه اسلحه قوموا بتاميم هذا المسجد وقوموا باعتقال من يحمل هذه الاسلحه في المسجد قبل الكنيسه، يبقى ينبغي يكون هناك تساوي، تبقى هذه الدور عرضه معروضه للجميع، مفتوحه للجميع وعرضه للتفتيش كما غيرها، ولا ينبغي ان يسمح باي ميليشيات في الدوله الا الميليشيات الرسميه او الكتائب الرسميه للجيش او وحدات الشرطه. ده رقم ثلاثه بقول، لكن ليس هناك خوف منها، حتى لو هم عاملين كده مفيش خوف من ذلك، يعني اصل هم النصارى كلهم كام؟ يعني هم كلهم اربع خمس انفار، اسف اربعه مليون خمسه مليون. فالقضية كلها قضية بسيطة، 4 مليون 5 مليون فيهم العجزة وفيهم العيال وفيهم النساء وفيهم الأطفال وفيهم اللي عندها خلافات زوجية وفيهم اللي يعني دي مسألة يعني هم المفروض إيه يحلوا، هم هيبقوا كام في الآخر؟ فالقضية القضية دي ما تهددناش وما تخوفناش، يعني البلطجية بتوع مثلا بعض الأحياء الشعبية على الخير اللي فيها، يعني زي شبرا وزي
وزي بعض الاماكن هتلاقيهم يكملوا مليون واحد يعني في بعض. فمساله ايه يعني، اقصد مش في منطقه واحده، في عده مناطق. فالمساله مش مساله ان احنا مساله مش هتخوفنا ومش هتخوفنا، لكن دي مساله سياده الدوله وسلطه الدوله، ده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن الميليشيات دي برضه مش هتكفي لهم الامن. يبقى رقم اربعه واخيرا في عناصر امن الاخباط في مصر، انا اعتبرها المسلمون. المسلمون، وانا بعتبر دي ركيزه الامن الحقيقيه للنصارى. ليه؟ لان النصارى زي ما قلنا 4 مليون 5 مليون خص 80 مليون. فلو لم يحفظ ال 80 مليون هي الاكثريه امن الاقليه، لن يكون امن هناك من امن لهم ابدا. لا على اموالهم ولا اعراضهم ولا كذا ولا كذا. والحمد لله المسلمون امناء. امناء. احنا شفنا الثوره، نزل الملايين في الشوارع. انكشفت قوات الشرطه بشكل كامل. لم يبقى هناك الا قوات الجيش ومتركزه في بعض الاماكن، وما كانتش في كل مكان في البدايه على الاقل. لم يلقى حجر واحد على كنيسه، ولم يؤذى نصراني واحد او قبط واحد او يعتدى عليه او على عرضه او على ماله او غير ذلك. ليه؟ لان الاكثريه قامت بحمايه الاقليه. انا هستدل ايضا بحاجه حصلت امبارح. نزل في الشوارع اكثر من 50,000 شاب مسلم، اغلبهم من الشباب السلفي اللي هم عاملينه فزاعه يخوفون ويخوفون بها الناس. نزل اكثر من 50,000 شاب في الشوارع وزحفوا نحو الكاتدرائيه. في نظام كامل، في مظهر حضاري مشرف للغايه، ثم لم يلقى حجر واحد على الكاتدرائيه، ولم يتم الاساءه لاي قبطي او نصراني. ايضا من الذي امر هؤلاء الشباب بالانصراف من امام الكاتدرائيه بعد الدعوه للاعتصام؟ وبدا بالفعل بعض الشباب يعتصم امام الكاتدرائيه. مكالمه من بعض مشايخنا وعلمائنا الاجلاء، فضيله الشيخ الدكتور ياسر ابراهامي وفضيله شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود. اتصل هؤلاء المشايخ بمكالمه تليفونيه واحده، استطاعوا ان يخرجوا 50,000 من الميدان، ميدان العباسيه امام الكاتدرائيه، وينصرفوا الى بيوتهم. ينصرفوا الى بيوتهم. نحن نقول نحن لم نجمع بعد، كل الاحتياجات السلميه مفتوحه، نحن نرفض العنف ونرفض اي ممارسات خاطئه، ولكن اقول نحن لم نحشد بعد. يعني هم لما بيقعدوا يحشروا ويجيبوا اتوبيسات من الصعيد وبتاع عشان يعملوا 10 15,000 قدام مسبيرو. لا احنا لسه ما حشدناش. احنا لسه ما حشدناش. دي تحركات لسه بسيطه، والشارع المسلم لو غاضب ونزل يعني لا تلوموا الا انفسكم. واحنا بنقول ان احنا لا نريد ان يصل الامر الى هذا الوضع، لا نريد ان يصل الامر الى هذا الوضع. افتحوا الاديره للتفتيش، اطلقوا الاخوات الاسيرات والمعتقلات، خاصه الاخت كاميليا شحاته والاخت وفاء قسطنطين، بصوره مشرفه للجميع، للكنيسه وللشعب القبطي وللمسلمين. انا بقول ركيزه الامن الحقيقيه هي المسلمين، وخاصه منهم علماء ومشايخ المسلمين اللي هم طلعوا 50,000 من الشباب من الشوارع. والحمد لله تبارك وتعالى ان هذا المظهر المشرف يدل يعني يدل على حضاره وثقافه ووعي الشباب المسلم اللي بيحاولوا يشوهوا صورته، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وعملا بقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. هذا قول الله تبارك وتعالى. فاستجاب هؤلاء الشباب، استجاب هؤلاء الشباب ونزلوا على رأي مشايخهم، وأنا أقول أن البركة في ذلك، لأن هؤلاء هم أولي الأمر الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننزل على رأيهم، وفي ذلك بركة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ونصر قريب وفتح قريب إن شاء الله تبارك وتعالى، خاصة أن هؤلاء هم العلماء العاملون، وهؤلاء هم أولو الأمر الحقيقيون. والله تبارك وتعالى قد أمرنا في كتابه فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنا أذكر نفسي وإخواني أن نلزم غرز هؤلاء. هؤلاء ليسوا علماء سلطة، هؤلاء ليسوا مأجورين، هؤلاء علماءنا مشايخنا أهل الفضل وأهل العلم والعمل فينا، الذين لم يخضعوا يوما لظالم، والذين إذا نطقوا فإنما ينطقون بنور الوحي ونور كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الركيزة الحقيقية لأمن النصارى والأخبط، وأنا أذكرهم بذلك جيدا فلينتبهوا.
يعني بمناسبة إن حضرتك فتحت موضوع الجمعة اللي فاتت ومسيرة الإخوة الكاتدرائية، قامت الكنيسة بمحاولة كده على النت تشويه صورة الإخوة، أولا في خلال الوقفة، وقالوا إن هم نطوا على السور وإن هم كسروا السور وحاجات كده. ولكن حضرتك دلوقتي الكنيسة في كلام، يعني وسائل الإعلام كانت موجودة، محدش يعني يا ريت يجيبوا لنا الصورة بتاعت الناس اللي بتقطع الصور دي، لأن دلوقتي هنرفض طبعا مسألة النط على الصور دي. حضرتك الكنيسة بتقول، أو في خبر بدأ يتنشر في وسائل الإعلام، إن هم هيظهروا كاميليا في التلفزيون مجددا. يعني هذا هو الخطأ الأخير لشنودة. الأخير ديت يعني أنا طبعا لا أملك له من الله شيئا، بس أنا أقصد الخطأ الأخير لشنودة في قضية الأخت كاميليا خاصة. يعني هما اللعبة دي عملوها قبل كده. ثانيا الخبر ده طلع النهارده ليه بعد وقفة امبارح؟ طب ما احنا قضية الأخت كاميليا داخلة على سنة ولم تتحرك الكنيسة بعد الشريط العجيب الأولاني. طبعا دي مسألة يعني لا ينبغي أن يعني أن يقبلها الأطفال. ده استفزاز وقح لمشاعر المسلمين، بل لمشاعر المصريين كلهم، لكل منصف وكل حر وكريم. استفزاز وقح لمشاعر المصريين والمسلمين خاصة. أنت عملت اللعبة دي قبل كده، إيه قيمة إنك تجيب الأخت وهي مكرهة وتطلعها في وسائل الإعلام في قناة أو اتنين، وتطلعها في قناة تبع الكنيسة الأول قبل القناة الرسمية، عشان تقول إيه يعني؟ عايز تقول إن أنت يعني أنت فوق الدولة، زي ما قناتك فوق القناة الحكومية أنت فوق الحكومة؟ ما المفهوم الذي تريد أن تبصه؟ الأخت كاملة ممكن تيجي مكرهة تقول إن هي بوذية حتى ويهودية، مفيش مشكلة، لأنها ممكن تبقى امرأة مكرهة في عرضها، في دينها، في نفسها، في ولدها، زي ما أشيع قبل كده إن كان بيتهدد بابنها. فإحنا نطلب تسليم الأخت كاملة شحاتة وكافة الأسيرات والأخت وفاء قسطنطين ومريان وتريزا وغيرهن، تسليم كل الأخوات إلى المجلس العسكري اللي هو الحاكم في مصر الآن مؤقتا. يتم تسليم الأخوات إلى المجلس العسكري في ظل رعاية نفسية وصحية وبدنية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، ومش هم يطلعوا للإعلام خالص، يكونوا تحت سيطرة الدولة، تحت سيطرة النيابة العامة، تحت سيطرة المجلس العسكري في رعاية كاملة ودون أي تهديد. اللي بعد كده عايزة تطلع في وسائل الإعلام تعلن عقيدتها، أهلا وسهلا، لأن مفيش مصري مضطر يطلع في وسيلة الإعلام يقول ده أنا مسلم ده أنا مسيحي. ده كلام سخيف لا ينبغي أن يكون في دولة كمصر. أنا مش عايز أطلع في وسائل الإعلام تقول إن هي مسلمة حتى. أنا ما يعنيني. اللي يعنيني شيء واحد، إنها تكون امرأة حرة مختارة غير مكرهة. طلع الأخت تقعد في المجلس العسكري دون أي إكراه. وبعد كده لو شاءت أن تعود لبيت زوجها أهلا وسهلا. لو شاءت أن تذهب إلى الأزهر لتكمل إجراءات إشهار إسلامها أهلا وسهلا. لو شاءت أن تخرج على وسائل الإعلام فتقول أنها نصرانية أو مسلمة أو بلا دين أهلا وسهلا. فلتقل ما تشاءه مختارة. لكن تطلعها لي النهارده في شريط فيديو مصور او مفبرك وتجيبها في قناه حكوميه او قناه نصرانيه، هذا الامر غير مقبول. ده استفزاز لمشاعر المسلمين لا ينبغي ان يقبل به المسؤولين في الدوله، ولا ينبغي ان تقبل به الجهات القانونيه والرسميه، فضلا على ان يقبل به المسلمون. حضرتك دلوقتي يعني الجيش دلوقتي او يعني ايه المؤسسه العسكريه، المؤسسه العسكريه، ايه الضامن دلوقتي للمسلمين ان ما يتكررش حاجه زي كده، زي موضوع سلوى او موضوع كاميليا شحاتة؟ ايه الضامن لنا كمسلمين؟ والله الضامن لنا كمسلمين انا اقول قوه المجتمع المسلم والشعب المسلم، مش قوه القانون فقط. الحاجه الثانيه قوه القانون، ينبغي ان يكون القانون قوي، تكون القوانين واضحه لاعلام الاسلام وحريه اشهار الاسلام في بلد الاسلام وبلد الازهر مصر. ايضا يكون هناك قوه القانون بتنفيذه وتطبيقه. النهارده انت مش عارف تستدعي واحد في الكنيسه، مش عارف تودي استدعاء لمحاكمه او للنيابه او غير ذلك واحد في الكنيسه، ليه؟ هو مواطن خارج الدوله؟ هو دوله مستقله؟ يعني باي حق؟ وفي جزئيه انا نسيت اقولها برضه في المواجهه فيها الفكريه، ليه هم الاقباط او الكنيسه خايفه تظهر بعض رعاياها الذين اعتنقوا الاسلام؟ طب ما يعني ما في بعض الناس من المسلمين ارتدوا في ظل غياب احكام الرده في دين الاسلام من التطبيق في بلادنا، بعض الناس ارتدوا، اظهروا من ارتد عن دينهم، من ارتدوا عن دينهم من المسلمين، اظهروهم في وسائل الاعلام، ولا هم خايفين يظهروهم لسبب ما؟ انا مش عارف، يعني هو اللي ارتدوا على حد علمي اللي انا سمعت عنهم، وهم طلعوهم في وسائل الاعلام وعملوا دوشه، يعني هو احنا ما عندهمش اكتر من كده.
بنت كانت عندها مرض نفسي اسمها اسماء، وده امر ثابت حتى عندهم هم بيقولوه، واتقال على بعض الغرف والمواقع بتاعتهم. وواحد اسمه رحومه تقريبا كان نصاب وعليه شيكات وحرامي وحاجات زي كده، وواحده تانية اسمها صحفي بنت محاميه كده، تقريبا كان عندها يعني بعض حاجات ورغبات شخصيه او حاجه زي حضرتك كده نجلاء الإمام؟ تقريبا، مش عارف، مش مذاكر الاسماء دي، ما بتذكرهاش قوي. فكان عندها طبعا بعض مشاكل شخصيه يعني. رحمه كان عنده بعض مشاكل ماليه. محمد حجازي والبنت اللي هي كانت بتاع المنيا، يعني قصص معروفه. فهم لو اظهروا الحالات دي احنا ما عندناش مشكله خالص، احنا برضو نظهر الحالات اللي تسلم من عندنا ونشوف. هتلاقيهم برضو اللي تنصروا دول 3 4 5 زي ما هم برضو الجماعه الاقباط 3 4 5، فمفيش مشكله يعني. دي كلها مسائل هتساعدهم على تجاوز هذه الازمه. اما مساله بقى الاعتقال في الدير والسجن والكلام ده، فاحنا نحتاج لقوانين، قوانين واضحه تتيح حريه العقيده، اقصد حريه العقيده يعني حريه الدخول في دين الاسلام تحديدا، وهو دين الدوله الرسميه حسب الدستور وحسب عقيده وراي الاغلبيه في مصر حتى بعض عقلاء النصارى. طيب يعني اخيرا كنت احتاج من حضرتك ثلاثه نصائح، نصيحه للشباب المسلم اللي هو وخصوصا ممكن نقول المتمثل في الائتلاف ده من المسلمين الجدد، ونصيحه للكنيسه ونصيحه للدوله في التعامل مع القضيه. اولا نصيحه لائتلاف دعم المسلمين الجدد، انا اظن انهم لا يحتاجون الى نصيحه مني، فهم اخواننا الكرام يعني، وهم من خير من نهض لهذه القضية واعتنى بها، فنحن نحتاج لنصح منهم. وإن كان من نصيحة نقدمها لهم ولأنفسنا، فهي التجرد لله تبارك وتعالى والإخلاص إليه في القول والعمل، ثم الاتحاد والعمل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنصيهم بالتوحيد وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، ثم التوحد والوحدة، وهما من أهم العناصر لمواجهة الأحداث القائمة الآن. الأمر الثاني، الوصية الثانية لمين؟ نصيحة للكنيسة. نصيحة الكنيسة يعني ألا تستفز الأغلبية المسلمة التي تشكل الغطاء والمحضن للأقلية القبطية، إذا افترضنا إن إحنا هم بيتكلموا عن شعب مصر ككل، والمسلمون لا يظلمون أهل الأديان الأخرى. لكم في جوارنا 1400 سنة منذ دخل الأوائل الفاتحون، منذ دخل الأوائل الفاتحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس من أهل مصر في دين الله أفواجه، وبقي من بقي منهم على دينه، فإحنا أصلنا كده واحد كأصل عرقي أو إنساني، لكن دخل منا من شاء الله له الهداية في دين الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ومنته على هذا الشعب الكريم. وبقي من بقي منهم على عقيدته، كنائسهم محفوظة، أعراضهم محفوظة، دمائهم محفوظة، لكن ينبغي ألا يستفزوا الأغلبية المسلمة، وأن يحافظوا على أمنهم هم، ثم على أمن شعب مصر كله. وأي أحداث يعني قد تؤدي إلى فتنة أو فساد وكذا هي مرفوضة، وينبغي أن تكون مرفوضة عندهم أيضا. نصيحة أخيرة للدولة. النصيحة الأخيرة للدولة، الدولة الآن في طبعا، قبل ما أنصح الدولة معلش ينبغي أن أقول كلمة للشباب المسلم والشباب المصري عامة. أن الدولة الآن في مرحلة تحتاج فيها الاستقرار والهدوء بشكل كامل، والشباب المسلم ينبغي أن يكون واعيا لهذه الحقيقة. الدولة الآن في مرحلة انتقالية تحت حكم المؤسسة العسكرية التي نثق فيها جيدا جدا جدا، وأنا أثق المؤسسة العسكرية ستحل هذه القضية خلال أيام. المؤسسة العسكرية ستقوم بحل هذه القضية خلال أيام، لأن المؤسسة العسكرية فيما نعرف عنها مؤسسة واعية وطنية حريصة على وحدة الشعب المصري، وحريصة على أعراض المسلمين وعلى حرية مش المسلمين فقط، الحقيقة كل المصريين، وحريصة أيضا على حرية كل المصريين. فنحن ننتظر من المؤسسة العسكرية حلا سريعا كما وعدوا بذلك. فانا بنصح الاول الشعب ان احنا لا نثقل على حكومتنا وعلى مؤسستنا العسكريه، ولا يعني ذلك التنازع عن حقوقنا المشروعه. يعني هم اعطونا مهله لحل القضيه، فلننتظر حتى تنقضي المهله. ان لم تحل هذه القضيه فلننزل للشوارع مره اخرى. لان شعب مصر صار على حكم مبارك طلبا للحريه، فينبغي ان لا يسكت على سجن اي مصري او مصريه
ظلما وعدوانا. فالنصيحة الأول كانت للشعب، النصيحة للمؤسسة العسكرية أن تؤدي دورها المطلوب منها دون أمر، إنما هو طلب مشروع من أبناء شعب مصر الكريم، يعني نقول لهم اكفلوا حرية كل المسلمين. لو واحدة مسلمة الآن قبض عليها واتحبست في مسجد أو في منزل أو غير ذلك، من سيقبل بذلك؟ فكذلك لو واحدة مسيحية قبض عليها واتقفل عليها، من يقبل بذلك؟ بغض النظر عن قضية هي أسلمت ولا ما أسلمتش، أو دي تنصرت ولا ما تنصرتش. نحن لا نقبل بهذا الوضع، وننصح المؤسسة العسكرية إنها تأخذ حلول يعني حاسمة ولا تسوف، لأن التسويف ليس من مصلحة الدولة في ظل هذا الظروف. يعني قد يظن البعض إن إحنا ممكن نقعد نزق القضية لغاية ما يجي بقى حكم مدني ومجلس الشعب والشورى ويكون هناك اختيار رئيس جديد للدولة، والحل مش زق القضية صراحة، الحل في إن إحنا نتخذ إجراء حاسم وسريع. يعني أخيرا ما يسعنا إلا أن نشكر حضرتك، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، ونتمنى اللقاء مع حضرتك مجددا إن شاء الله، جزاك الله خيرا، السلام عليكم. عليكم السلام.